عادي كلنا نتعرضوا للغدر. يعني انا بالنسبه لي في اللحظه بنفسها تحسيت بالغدر، دابا عادي، دابا تجربه بالنسبه لي. الحمد لله تندخل في حاله اكتئاب ولكن دغيا كنخرج منها بالفضل ديال الله سبحانه وتعالى والعائله ديالي. والحمد لله منين شوفي منين تدوز عليك مره وجوج ثلاثه خيانه ولا غدر ولا خيبه امل، من بعد ما تيبقاش قلبك تيرياجي بنفس الطريقه. واخا يكون عندك قلب حنين ولين ما تيبقاش بنفس الطريقه، تيجي الضرر اقل. دونك بالنسبه لي انا فرحانه، انا في الاول فاش سمعتها بكيت ولكن اليوم انا فرحانه بزاف الصراحه. هو الغياب ما تيكونش بعد ما حنا تنختاروا، ولكن ماشي هذا الغياب كامل وهذه المده كامله. كان بزاف ديال الظروف، كان عندي تصوير ديال المسلسل، كان جات كورونا، جات هذه، جات، كان بزاف ديال المشاكل اللي خلونا نتريث يعني. وكانوا جاوا عاوتاني مثلا كنكونوا غنزلوا الاغنيه تتكون كلشي مزيان، تتوقع شي حاجه مثلا بحال شحال من حاجه تنعاودوا نحبسوا باش ما نخرجوش، ونكونوا حنا فرحانين وناس اخرين في جهه وناس في جهه واحده اخرى ما فرحانينش وحزينين. دونك داكشي علاش كنأجلوا على ظروف ديال الناس اخرين اللي تنكونوا تنساندوهم بالقلوب ديالنا. دونك تسلسل تسلسلات والحمد لله خرجت اليوم صافي نساو اللي داز. شوفي انا بطبعي انسانه قنوعه في الحياه العاديه، دونك حتى في الدومين ديالي كنقول بحال دابا مثلا كنقدر نكون غادي ندير شي حاجه وكيتاجل كنقول فيها خير. دائما عندي في كلمي في فمي كلمه ديال فيها خير باش ربي يسر لك امورك، يعني ما تشديهاش منين تقالت، ديما خلي الامور تمشي كما هي، كوني انسانيه وما تادي حتى شي واحد، كوني مشاهده، خرجي الاعمال ديالك وانت كتفكري في الحب للجمهور ديالك واش غايلق بهم ولا لا، والباقي على الله. دابا ولات يزعجني هذا السؤال ديال الزواج صراحه، تنتمنى حتى شي واحد ما يعاود يسولو لي حتى يكتب الله النصيب. طبعا عبر حريه كنقول جمهوري شكرا شكرا بزاف على التتبع ديالكم وعلى الحب ديالكم، نتمنى ان شاء الله تنال اعجابكم الاغنيه ونوعدكم بالمزيد ان شاء الله. السلام عليكم.